بشوفش فيها يا عدسة. كل يوم مالك يقعد عيط في الليل بدي عيني. مستهدفين العيون مشان يذبحوا الآباء عن طريق الأطفال، يعني هو قتلني أنا عن طريق ابني. كنا نهتف باسم فلسطين، ففجأة وأنا واقفة فجأة فما لقيت إنه إلا إشي صلب جدا وسخن خبط في عيني، أفقدني الوعي. خلص جاكلين أصبحت عاجزة مش حتشوف. طبعا انفصلت، خسرت ولادي وخسرت بيتي وخسرت زوجي. عين احنا كصحفيين شغلنا بعينينا، يعني هو وصل لنا رسالة إنه حياتك هي تعادل الصورة اللي أنت بتأخذها، إما بتشتغل زي ما بدنا وإما أنت راح تموت.